قائد المعيدي رئيس هيئة المحامين بالماظور والحسيمة. شكرا على قدومكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نقيب هيئة المحامين بالماظور والحسيمة، سيد رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور نور الدين البركاني، سيد رئيس جامعة الناظور الصديق الحبيب بشار، سيد مدير مجلس التعليمي، سيد مدير المجلس العلمي، مدير أولياء الكرامي المرحوم. كان بودي أن أذكر اسمكم جميعا واحد بواحد، لكن الوقت لا يسمح، فأقول سيداتي سادتي الحضور، مرحبا بكم في داركم في هذا الدار، دار المحامي، التي يوم قررنا إنشائها وبنايتها أخذنا العهد على أن تكون ملتقى للمجتمع المدني بالناظور وغير الناظور. قررنا أن تكون لنا إشارة لكم لكل ما يتعلق بما هو ثقافة، بكل ما يتعلق بما يخدم هذا الإقليم، وإذا تم خدمة هذا الإقليم فهذا يعني أنه خدمة للوطن. السادة الحضور، عندما تكون الأهداف تشجيع التميز الدراسي من خلال دعم التلاميذ المتفوقين والمتميزين عن قرب في كافة المستويات وفي مناخ من المنافسة القائمة على الشفافية والإخلاص وتكافؤ الفرص في جميع أقاليم وأنحاء الجهات الشرقية. عندما تكون هذه الأهداف مساعدة الفاعلين في مجال التعليم والتكوين على تطوير أدائهم. عندما تكون هذه الأهداف دعم التلاميذ والطلاب المتفوقين والمبدعين في مسارهم الدراسي. عندما تكون هذه الأهداف تعزيز البحث العلمي بما يستجيب لحاجيات الجهة والوطن، وعرس لجعله مواطنين فاعلين في التنمية ورواد أعمال وليسوا مجرد مستهلكين. عندما تكون الأهداف تحفيز وتشجيع المؤسسات التعليمية للتجويد وخلق تناظر بين جميع الفاعلين التربويين لهذه الجهة. سادة الحضور، عندما تكون هذه الأهداف هي غاية مؤسسة المهر للتميز، هكذا جاء في نظامنا، فإنه لا يقبل من عاقل، لا يقبل من عاقل إلا أن يرفع قبعة عاليا ويقف إشلالا للقائمين على تحقيق هذه الأهداف النيرة. وإذا فعلنا ذلك فإنما هو تقدير لأصحاب السير الذاتية المميزة وأصحاب الإنجازات الاستثنائية والأداءات الريادية. سادة الحضور، إن مؤسسة النور للتميز الدراسي التي تنمو اليوم في رحم الأحداث الكبرى تهدف تشجيع الموهوبين لجعلهم وهذا عادة للشباب، ولكن كما تعلمون
من شد وشد ومن زرع حصد ومن صار على الدرب وصد. وأكيد أن هذه المؤسسات التي يحضر اليوم لتأسيسها ستبلغ الهدف وسيكون لها شأن كبير لتوفر القائمين عليها على إرادة قوية ورغبة أكيدة في إسعاد الموهوبين وكل من أراد التميز. السادة الحضور، إن العالم اليوم تواجهه مشاكل عدة نعيشها كلنا، تغير المناخ، الحرارة المفرطة، قلة الأمطار، الطاقة من بترول وغاز، والتي هي موضوع كما تعرفون موضوع ابتزاز سياسي. لست في حاجة لتوضيح هذه النقطة لأنها واضحة. هذه مشاكل هي في حقيقتها قضايا فرضت نفسها بحدة، وليست قضايا ساعة أو حقبة من الزمن، وإنما هي أكثر من ذلك، قضايا داهمتنا كما فعلت جائحة كوفيد-19، أوضاع استقرت معنا في هذا الكوكب بدون دعوة منا ولا بدون استضافة، قضايا لا بد من التعامل معها بحكمة عظمى وبعقلية ترتكز على ما هو علمي تكنولوجي هندسي ورياضي وغير ذلك من الشعب العلمية، قضايا يجب أن نعد لها وأن نتعامل معها وأن نجد لها حلول. هذه الحلول لا تقدر عليها العقول العادية، وإنما تحتاج إلى ذوي الكفاءات العالية، سياسيين بارعين قادرين على التفاوض، مهندسين للسياسة في أي مجال، مجال الصحة، مجال التعليم، علماء، رياضيين. بين قوسين يحز في نفسي أن أرى هذا الوطن بما يتوفر عليه من موارد أعرفها ولا سبيل لها في الحضور في اللقاءات الوطنية أو الدولية، وهذا ما يؤسف له. لذا فإن الدولة في القطاعين العمومي والخصوصي عليها أن تستثمر في كل موهبة كيفما كانت وتنوعت. إن مؤسسة النور والتي نحضر لتأسيسها اليوم سيكون النجاح حليفها إن هي راهنت عن الموهوبين لتجعل منهم أو تساعدهم على أن يكونوا أشخاصا متميزين. ولا يخابرني أدنى شك على أن هذه المؤسسة بأصحابها القائمين عليها وعلى تأسيسها ولما أعرف عنهم من الجدية والمصداقية والإخلاص والإطار أنها ستحقق هدفها وستكون حاضرة في صنع قمات البلاد، وما ذلك على الله العزيز. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن الكلمة